السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. لو الصوت واضح أتمنى أن يكون فيه تفاعل. هننتظر شوية لحد ما فيه حد من الإخوة يتفضل يدخل معانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيك. يا اهلا وسهلا استاذ محمد عبد الله سلامه، يا اهلا بيك. اهلا بحضراتكم. ننتظر شويه كمان ان شاء الله احنا موجودين مع بعض باذن الله. يا اهلا بيكم، يا اهلا محمد عبد العزيز، يا اهلا بيك. ان شاء الله احنا متواجدين معاكم باذن الله. النهارده هنتكلم عن اضطرابات طيف التوحد والمشاكل الحسيه او الاضطرابات الحسيه الموجوده لدى اطفال التوحد. يا اهلا بيكم، اهلا ام علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيك أستاذنا. أهلا أستاذ صلاح، مستر صلاح. طيب تمام، الحمد لله في انتظاركم. ننتظر بس كمان شوية كده ونبدأ إن شاء الله بشكل مباشر ونتكلم على طول بإذن الله. النهاردة اللقاء بتاعنا بإذن الله هيكون عن اضطرابات طيف التوحد، اضطراب طيف التوحد، وعن المشاكل الحسية أو الحركات النمطية التكرارية الخاصة بأطفال التوحد. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون النهاردة لقاء جيد، وأنا اتشرفت بوجودي معاكم النهاردة بإذن الله. وهننتظر لو في برضو أي أسئلة إن شاء الله أنا موجود معاكم بإذن الله. اضطراب طيف التوحد، التوحد في العموم هو اضطراب مش مرض. اضطراب طيف التوحد، اضطراب طيف التوحد او اضطراب التوحد ده اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، اضطراب في الجهاز العصبي المركزي. اضطراب الجهاز العصبي المركزي ده معايا حالة ان شاء الله توحد ربط بكل ربط الدخول بصراخ ومش حابب الشغل ودايما عايزه تخرج، ايه الاستراتيجيه اللي ممكن نتبعها معاها لمنع ده، وهل ده يكون سلوك مثلا ولا ايه؟ تمام تمام طيب، هو اللي موجود معانا ده حاليا سلوك، اللي موجود معانا سلوك، وهتكلم بالتفصيل عنه ان شاء الله. يعني هنتكلم تفصيليا عن كل شيء او كل سؤال ممكن حضراتكم تقترحوه او تقولوه. تمام، في البداية هندردش شوية كده لحد ما يعني كمان شوية كده اما العدد بتاعنا يكون زيادة شوية بإذن الله. التوحد هو في الخلاصة مشكلتين، المشكلة الأولى هي التواصل، المشكلة الأولى هي التواصل. يعني إيه تواصل؟ التواصل البصري، إن أنا أبص في العين يكون في تفاعل. تاني مشكلة التواصل، تواصل بصري او تفاعل اجتماعي، ان انا اتعامل مع المجتمع او الناس المحيطين بالفرد نفسه. بعد كده التواصل الغير لفظي اللي هو فهم الاشارات او التعامل بلغة الاشارة او لغة الجسد. بعد كده عندي مشكلة التواصل اللفظي اللي هو الكلام او النطق بالنسبة للاطفال. تمام، انا عندي التوحد
التوحد يا اما ناطق يا اما غير ناطق. التوحد الناطق هو بيكون عنده قصور في اللغة. التوحد الغير ناطق يا اما يكون قادر على الكلام لكن هو رافض الكلام، يا اما يكون هو معندوش قدرة على الكلام او ان هو يعني مش مستجيب للكلام. تمام. طيب دلوقتي دي كانت اول مشكلة عندي، اول حاجة كانت موجودة عندي. طيب تاني حاجة موجودة هي ايه؟ تاني حاجة هي موجودة هي الاضطرابات الحسية. وما بقول الاضطرابات الحسية هي كل الاضطرابات او الحركات النمطية التكرارية اللي بتصيب اطفال التوحد، زي الرفرفة، سواء باي شكل من الاشكال بقى، اي رفرفة زي ما هتكون، زي التفاعل الاجتماعي، زي الرفرفة، زي الحركات النمطية، زي المشي على الاطراف او مشي على اصابع الارجل، زي سلوك العض، زي سلوك خبط الرأس، زي سلوك ازاي الذات في العموم. يعني في حركات كتيرة نمطية بقدر الاقيها مع اطفال التوحد، وده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه النهاردة، واللي هيكون اغلب الاسئلة بتاعتنا موجودة حول المشكلة دي بإذن الله. لحظة. بالنسبة للسؤال الموجود هنبدأ إن شاء الله نجاوب على أسئلة حضراتكم. تمام، هنبدأ نجاوب على أسئلة حضراتكم. في البداية خالص إحنا هنتكلم عن المشكلة الموجودة معانا حاليا. تمام، الطفل اللي رافض دخول الجلسة، الطفل اللي رافض دخول الجلسة ده سلوك. طبعا من فنيات تعديل السلوك، من فنيات تعديل السلوك أو من الأسباب الرئيسية للسلوك، السلوك عندي بيكون على أربع أشكال. اما يكون الطفل رافض نشاط، يا اما يكون محتاج لنشاط، يعني هو محتاج حاجة، عايز مني حاجة فبالتالي بيبدأ يصرخ او يعيط، يا اما يكون رافض مش عايز ان هو يتفاعل او يعمل النشاط ده فبالتالي هو بيبدأ يصرخ او يعيط، يا اما يكون عنده خلل حسي او مشكلة حسية، عنده خلل حسي او مشكلة حسية فبالتالي بيبدأ يعمل السلوك ده، او يكون حابب ان هو يكون ظاهر، او ان هو يكون عنده لفت انتباه، يلفت انتباه الناس المحيطين له فبالتالي بيكون بيعمل السلوك ده. فانا عندي السلوكيات على اربع، السلوك على اربع اشكال، السلوك عندي بيكون على اربع اشكال. تمام، يا اما الطفل رافض شيء، يا اما يكون رافض شيء، يا اما يكون محتاج لشيء، يا اما يكون تمام، يا اما يكون رافض شيء، يا اما يكون محتاج لشيء، يا اما يكون عنده مشكلة حسية فبالتالي بيعمل السلوك ده، يا اما ده عشان يلفت انتباه. لحظة، انا بحاول بس اتواصل مع حد يكون موجود معانا. تمام، ف ده اربع اشكال للسلوك، رافض شيء، يا محتاج لشيء، يا لفت انتباه،
او مشكلة حسية، فبالتالي بيرفض ان هو يعمل النشاط ده. تمام. طيب المشكلة اللي عندنا هو بيدخل الطفل اللي بيدخل معانا النهاردة، بيدخل الجلسة فبيبدأ الجلسة بالصراخ ورافض ان هو يشتغل. تمام. طيب معنى كده ان انا لو انا نفذت اللي هو عايزه، او ان هو رفض ان هو يشتغل، فبالتالي هو بيضغط عليا عشان ما يشتغلش. هو رافض ان هو يكمل الجلسة ويكون موجود في الجلسة، هو رافض ان هو يكون موجود في الجلسة او ان هو يشتغل. فلو انا عملت له، استخدمت معاه فنية من فنيات تعديل السلوك بشكل خطأ، مثلا عملت له عزل مؤقت، فبالتالي السلوك ده هيبدأ يزيد مع الطفل. لكن الاطفال لما يكونوا رافضين، فالمفترض ان انا باخد الطفل الاول، ببدأ اهيئ الجلسة معاه، ان انا بعرفه ان ده لعب، ان هشتغل معاه بشكل لعب، ان هو مش هيكون مكلف ان يعمل اشياء صعبة او امور صعبة. تمام. وبالتالي هيبدأ الطفل يبدأ يكمل معايا. تمام. لكن السلوك اللي حضرتك بتتكلم عليه ده سلوك رفض. هو رافض التدريبات، هو رافض ان هو ياخد اوامر، رافض ان هو يتفاعل او من خلال الجلسة. تمام. طيب في البداية انا ممكن استخدم سلوك التجاهل خالص معاه، هتجاهل سلوك الطفل وابدأ اشتغل معاه حتى لو كانت بمساعدة كلية، ولازم في الحالة دي استخدم معززات قوية تكون مع الطفل طبقا لمنهج تحليل السلوك اللي هو الاي بي اي، منهج تحليل السلوك التطبيقي اي بي اي ابلايد بيهيفير اناليسيس. بيقول لي ان لازم اول حاجة ابسط المهارة، ولازم اعمم المهارة، ولازم يكون في مدعمات او معززات، لان المعزز له فعالية كبيرة قوي في تدريب الاطفال. فكل ما كان المعزز قوي، كل ما كان الطفل شغال بشكل كويس قوي معانا. تمام. انا بحاول بس اشوف التعليقات عشان ابدا اجاوب على حضراتكم. تمام. في سؤال هنا كان ظهر قدامي، كان حد بيسال، مش فاكر الاسم كان ايه بالظبط. طيب لو في حد بعت سؤال وانا ما شفتوش، يا ريت يقوله من الاول تاني، يكتبه من الاول تاني. طب هو عنيف جدا وعصبي وصراخه، وده ممكن ياخد طول الجلسه لحد ما يجي الخارج فيسكت. هو طبيعي ان هو رافض، طبيعي ان هو رافض، فبالتالي هيفضل طول الوقت ان هو بيصرخ وبيعيط لحد ما يبدا يخرج من الجلسه. المفترض في الحاله دي انا هتجاهل. لو انا بصيت للسلوك نفسه، سلوك الصراخ اللي موجود معاه او البكاء اللي موجود معاه، فانا هبدأ في البداية خالص، هبدأ معاه، هشتغل معاه حتى ما هيكون رافض. لان انا لو نفذت الامر بتاعه ان هو بناء على الصراخ بتاعه هو رافض، فانا لو عزلته او وقفت الشغل معاه، فبالتالي هو كده سيطر عليا، ولو سيطر عليا يبقى كل مرة هيسيطر عليا. طيب لو انا اشتغلت معاه الجلسة وكملت الجلسة معاه، ايه اللي هيحصل؟ مستوى الصراخ والبكاء بتاعه هيقل كل جلسة عن الجلسة اللي قبلها. هو خلاص شاف ان الطفل، شاف ان التدريب شغال، فبالتالي كل مرة الصراخ بتاعه هيبدأ يقل. يعني بفرض ان هو كان بالصراخ بتاعه على مدار الجلسة، على مدار الساعة الا ربع او النص ساعة او الساعة اللي احنا هناخدها في الجلسة، الصراخ ده هيبدأ يقل، مستوى الصراخ هيبدأ عندي يقل، يا اما حدة الصوت تقل او وقت الصراخ نفسه يقل. يعني لو كان بيصرخ معايا 45 دقيقة، لا هيبدأ يصرخ معايا، هيبدأ يصرخ لمدة 40 دقيقة أو 30 دقيقة، يبدأ الصراخ بتاعه هيبدأ يقل، الوقت بتاعه هيبدأ يقل. تمام؟ طيب من المشاكل السلوكيه النمطيه اللي موجوده مع الاطفال التوحد، احنا قلنا زي الرفرفه. الرفرفه دي لها مستويات كتيره قوي. يعني انا ممكن الاقي الطفل برفرف قدام العين، ممكن الاقيه برفرف قدام الصدر، ممكن الاقيه برفرف وايده محاذاه لجنبه، يعني ايدي جنبي وببدا اعمل تلامس للجسد نفسه. ممكن الاقي الطفل بيرفرف بشكل عنيف، ممكن الاقي الطفل بيرفرف بشكل بسيط، ممكن الاقيه بيحرك ايده بشكل بسيط، او احنا بنسميها برضو رفرفه قدام العين. كل دي اشكال من اشكال الرفرفه، لكن كل شكل منهم تدريبات مختلفه، لان المشكله عندنا بتكون مشكله مختلفه.
ازاي فرق ما بين السلوك والخلل الحسي؟ استاذه رشا، السلوك والخلل الحسي، انا عندي السلوك لو انا اتبعت معاه فنيه من فنيه تعديل السلوك، السلوك بيبدا يقل ويتوقف. لو انا استخدمت معاه فنيه من فنيه تعديل السلوك، السلوك بيبدا يقل معايا او يتوقف نهائي، تمام؟ ففي الحاله دي بتكون مشكله سلوكيه، سلوك مشكل، تمام؟ اما لو كان السلوك بيتوقف فقط فتره التدريب وبعد كده وفي الوقت وقت تاني وقت لاحق له بيبدا يعمل نفس السلوك تاني، معنى كده ان المشكله بتكون مشكله حسيه، ولازم نبحث وندور نشوف اساس المشكله هي ايه، لان بيكون لها مؤشرات كتيره قوي، تمام؟ فالسلوك، السلوك المشكل او السلوك البيئي، لو انا ضربت عليه فنيه من فنيات تعديل السلوك، السلوك هيتوقف تماما وينتهي. لكن لو كانت المشكله مشكله حسيه، لو كانت المشكله مشكله حسيه وانا اشتغلت عليها كانها مشكله سلوكيه، فالسلوك هيفضل موجود مع الطفل، هيتوقف معايا انا وانا شغال معاه، لان الطفل عارف ان انا رافض السلوك ده، لكن بعد كده هيكرر نفس السلوك بشكل مستمر، يعني هيوقف قدامي لكن هيستمر في السلوك ده في وقت تاني. ممكن توضح لنا ازاي احكم على تصرف معين للطفل، هل هو مشكلة حسية او سلوكية؟ تمام، المشاكل الحسية اولا بتكون مرتبطة بالحواس بتاعتنا، المشاكل الحسية بتكون مرتبطة بالحواس. ايه هي الحواس بتاعتنا؟ هي سمع، بصر، شم، تذوق، لمس، دي الحواس الخارجية الظاهرية. في حواس تانية، حواس داخلية، في حواس داخلية، تمام؟ زي الحس الدهليزي او الاحساس بالتوازن، والحس العميق اللي هو الاحساس بالاوزان، الاحساس بالمفاصل والاوتار والعضلات، تمام؟ فلو كان المشكله او السلوك اللي موجود قدامي مرتبط بواحد من الحواس اللي احنا قلنا اتكلمنا فيها دلوقتي، ففي الغالب هيكون مشكله حسيه، تمام؟ طيب لو انا اشتغلت عليها، مثلا مشكله العض قد تكون مشكله سلوكيه وقد تكون مشكلة حسية. طيب لو كانت مشكلة العض، عض اليد أو عض الجسد أو الضرب على الجسد، لو كانت مشكلة سلوكية فأنا هستخدم معاه فنيات تعديل السلوك، تمام؟ إن أنا أخلي الطفل يتشغل، أقول له يلا اديني مكعبات، اعمل باي، يلا نسقف، بشغل الطفل عن أداء السلوك ده، تمام؟ ففي الحالة دي الطفل مع التكرار مش هيعمل السلوك. أما لو الطفل استمر إن هو يعمل السلوك ده، فمحتاج إن أنا أعمل له تقييم حسي. يعني ايه اعمل له تقييم حسي؟ السلوك العض مثلا كمثال، سلوك العض ده بيكون مرتبط بالحس العميق، او لو كان عض خفيف هيكون مرتبط بالحس اللمسي، لكن هو مرتبط بالحس العميق. فبالتالي هلاقي في انماط موجوده مع الطفل تاني غير الحس، غير الموضوع العض، زي ان الطفل بيحب عنده فرط حركه، بتنطط كتير، بيخبط نفسه كتير، بيحب مثلا الضغط على اعضاء الجسم او الضغط على اجزاء معينه في الجسم، ده في الحاله دي ان هي مشكله حسيه. طيب ازاي ان هو يكون حدد ان هو فرط حركه او نقص في الحاسه؟ لو كان الطفل عنده فرط حركه، فبلاقي الحركه بتاعته حركه مش يعني غير منتظمه، تمام؟ بيتحرك لمجرد وجود الحركه، لكن بيكون عنده انتباه وتركيز في بعض الاوقات، تمام؟ في الحاله دي اما بشتغل مع الطفل فنيات او بستخدم معاه اساليب ان انا اقلل الحركه بتاعته، فيبدا مستوى الحركه يقل. لكن لو كانت مشكله في الحواس، معنى كده فرط الحركه ده بيكون مرتبط بالحس العميق، فرط الحركه مرتبط بالحس العميق، فرط الحركه مرتبط بالحس العميق، تمام؟ فهلاقي ان الطفل بيحب يضغط، الاقي فيه ضغطات كتيره قوي على المفاصل والاوتار والعضلات الخاصه بالطفل، او الاقي الطفل بيبدا يعني يتعمد ان هو يتخبط على جسده، يرمي نفسه في الارض، بيحب قوي اما حد يضغط على جسمه او يضغط على المفاصل والعضلات والاوتار، بيبدا السلوك يبدا يهدى معاه، تمام؟ طيب اهلا استاذه اماني، استاذه اماني ممكن تعملي شير للرابط بعد اذنك. المشي على الاطراف ممكن تجمع بين السلوك والخلل الحسي. المشي على الاطراف فيها جزئيتين، في البدايه خالص بتكون مشكله حسيه، المشي على الاطراف في الاول بتكون مشكله حسيه، تمام؟ وده مرتبطه بالحس العميق والحس اللمسي، مرتبطه بالحس العميق والحس اللمسي، وكمان ممكن يدخل فيها الحس
الاحساس بالتوازن، تمام. لكن بعد مده، بعد الطفل ما يبدا يمشي كتير على اطراف الاصابع، تمام، بلاقي ان الطفل اعتاد ان هو يمشي على الاطراف. فلما انا احل المشكله الحسيه وابدا اعمل تدريبات على الحس العميق، بلاقي ان الطفل خلاص بدا يحصل له تلامس للارض، وبعد كده بيبقى فاضل عندي النمط ان هو اتعود على مدار كام سنه ان هو يبدا يمشي على الاطراف، فبالتالي اعتاد على السلوك. في الحاله دي هو كده اعتاد على السلوك، تمام. اما اعتاد على السلوك فمحتاج ان انا اعدل السلوك، كده عندي مشكله سلوكيه مش مشكله حسيه، تمام. مشكله هز الجسم ده في سنه ايه يا مستر علي؟ تمام. مشكلة هز الجسد، مشكلة هز الجسد للأمام والخلف، ممكن يطلع لورا ولقدام، تمام، أو يمين وشمال، تمام. في الحالة دي الطفل ده بيكون عنده مشكلة في الحس الدهليزي، محتاج تدريبات على التوازن. وتدريبات التوازن اللي هي بتبقى يعني في كذا حاجة، وفي حاجات بسيطة، ومش محتاج إن أنا أكون داخل غرفة حسية بس، أنا ممكن أدرب على الغرفة المشكلة الحسية خارج الغرفة الحسية. ممكن الأم في البيت تدرب، ممكن أنا في خلال الجلسة بأدوات بسيطة قوي ممكن أدرب عليها. أول حاجة هندرب على التوازن، إن أنا أمشي على خشبة التوازن، إن أنا أقعد على الكرة الكبيرة الخاصة بالعلاج الطبيعي، كرة، وأبدأ حركة الطفل اللي ورا والقدام يمين وشمال، حركة في 4 اتجاهات وحركة دائرية، تمام. أبدأ أخلي الطفل يمشي على خشبة التوازن، ولو مفيش خشبة التوازن ممكن أرسم له خط على الأرض يبدأ يمشي عليه بالأقدام، ده هيحل مشكلة الهز الجذع. ولو كانت المشكلة مرتبطة بالحس العميق، لأنها برضو كمان ممكن تدخل فيها مشكلة الحس العميق، فأنا محتاج إن أنا أعمل تدريبات للحس العميق، إن أنا أخلي الطفل يبدأ يحس بأجزاء الجسد في الأماكن اللي هو بيقدر يضغط عليها. هدوكم مثال بسيط. أنا الأول عشان أعمل تقييم للسلوك الحسي، فلازم أنا كأخصائي أو كولي أمر أو كأب أو كأم إن أنا أكرر نفس السلوك اللي الطفل بيعمله، بيعمله إزاي؟ إن أنا أعيد نفس النمط بجسمي أنا، واشوف ايه الاماكن اللي في جسمي انا بتتاثر من الحركه اللي الطفل بيعملها، وبالتالي في الحاله دي انا هنا هحدد المشكله عليا انا. الاحساس اللي انا بحسه هو نفس اللي الطفل بيحسه، لازم اعيد نفس السلوك اللي الطفل بيعمله بنفس القوه بنفس الشده، بس انا اللي هعمله، فبالتالي هقدر احدد ايه المشكله او ايه هو الاحساس اللي بيوصل للطفل، فابدا ادربه على المشكله دي، تمام. ايه افضل طريقه التعامل مع المشاكل؟ احنا ده خلاص احنا جاوبنا على استاذ محمد عبد العزيز، تمام. عندي مشاكل الحسيه، الانماط الحسيه اللي موجوده عندي، يعني مثلا لو انا هتكلم لحد الاسئله بتاعتكم وتبدا تظهر تاني، انا دلوقتي هبدا اشتغل على ايه؟ هبدا اشتغل على الحس البصري. الحس البصري الانماط بتاعته ان الطفل بيكون بيعمل رفرفه قدام العين، ان الطفل بيبدا يغطي الوجه من اي اضاءه خارجيه، ان الطفل دايما الاقيه بيبص للاسفل، بيبص للارض، هلاقي ان الطفل بينزعج من الاضاءه باي شكل من اشكال الاضاءه، ممكن يكون بينزعج من ضوء معين او من الوان معينه في الاضاءه بتاعته. كمان زي الحواس عندي زي ما تكون بالزياده، ان هي تكون هايبر او ان هي مرتفعه، سلوك مستثار، ممكن تكون بالنقص، ممكن يكون عندي الطفل ده محتاج ان هو يبدا يشوف ده، فبلاقي ان الطفل يقرب من مثلا من الشاشات، يقرب من الشاشات ويبص فيها بشكل عالي قوي، ممكن الاقيه بيبص للاضاءه او الزينه اللي بتكون موجوده في الحفلات، او الاضاءه اللي بتكون موجوده في الحفلات علشان يعمل استثاره للحس البصري عنده، فبالتالي بيكون ده ضعف في الحس البصري، تمام. عندي كل حس من الحواس التدريب من جنس السلوك نفسه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي كل تدريب
كل حس من الحواس يا اما يكون بالزياده يا اما يكون بالنقص، يا اما يكون مستثار في الحس بيوصل بشكل عالي قوي، يا اما يكون بالضعف يا اما يكون بالضعف. وفي الحالتين انا ببدا مستويات التدريبات بتاعتي من مستوى منخفض لمستوى مرتفع. طيب لو كان السلوك عندي مستثار يبقى انا هبدا من الشكل المنخفض في التدريب، ابدا ادربه بشكل منخفض وابدا ادرج السلوك في بتدريبات بشكل مرتفع. تمام، لحين حتى ما يتقبل الطفل، اول ما يتقبل الطفل المشكله اللي موجوده عنده او ان هو يتقبل الاضاءه لو كانت مرتبطه بالحس البصري، فبالتالي انا كده ايه بدات احل المشكله اللي موجوده عند الطفل. بمعنى ايه؟ بعض الاحيان بيكون عندي مشكله، المشكله دي عباره عن ايه؟ المشكله دي بتكون ان الطفل بيكون عنده نظره جانبيه، ان الطفل بيبص لي بزاويه العين، بيكون بيتواصل معايا بزاويه العين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الطفل عندي بيكون ببص لي بزاويه العين او بجنب العين. طيب هل ده مشكله في التواصل، ده سلوك ولا سلوك مشكل؟ طيب هجاوب معاك يا مستر محمد، معاك يا استاذ محمد. حاضر. لو كان الطفل عندي لو في طفل بيخاف من لوجو قناة معينة، ونفس الطفل بيحب يشغل التلفزيون على قنوات معينة بس بدون صوت، تفسير المشكلة دي؟ تمام. طيب هنكمل بس اللي احنا بنقول فيه دلوقتي. لو طفل عنده نظرة جانبية، ببص من جنب العين او بطرف العين، تمام، دي حاجة من اتنين، دي ممكن تكون عندي مشكلة يا اما سلوكية يا اما تكون عندي مشكلة حسية. تمام، لكن تكون مشكلة حسية لو الطفل ده عنده استثارة عالية، استثارة زيادة في الحس البصري، عنده مشكلة زيادة فين؟ في الحس البصري. تمام، وده بيكون محتاج ان انا هبدأ معاه تدريبات في اضاءة خفيفة قوي، اضاءة خفيفة قوي، وتبدأ الاضاءة تزيد جزء بجزء لحد الطفل بيبدأ يتقبل الاضاءة اللي موجودة عندي. هبدا استخدم معاه في البدايه خالص تدريبات الظلام، ان انا ابدا اعمله استثاره في جو هادي قوي، لكن الاستثاره دي الاضاءه دي ببدا اركزها على العين او على جسم الشخص اللي بيدربه. تمام، لحين ما يتقبل الطفل، لحد الطفل ده ما يبدا يتقبلني انا كشخص او يبدا يتواصل معايا بصريا، يعني هنوقف خلاص النظره الجانبيه. النظره الجانبيه لو كان الطفل بيبص لزاويه العين او بحجر العين بالزاويه مش بيتواصل بشكل كويس، فاحنا بنبدا معاه تدريبات الظلام. وتدريبات الظلام للناس الاخصائيين اللي هم عارفينها بيكون ان انا بشغل اضاءه او ليزر او نور الكشاف بتاع الموبايل، بشغله في الظلام. طيب لو كان الطفل عنده استثاره بصريه هيرفض ان هو يتواصل حتى في الظلام، لان ده بيعمله استثاره عاليه، لان المكان مظلم والمكان الوحيد اللي بيكون فيه الإضاءة هو المكان اللي موجود فيه الإضاءة دي، فبالتالي بيكون تركيز الإضاءة عنده بشكل عالي. تمام، فهنا المشكلة عندي بتبقى مشكلة حسية. تمام، لوجو القناة ده شكله ايه؟ وهل القناة ده لها رتم معين في الصوت ولا لا؟ انا عايز اوضح بس الجزئية الاول. علشان اعمل تقييم حسي، فاول حاجة لازم أن اكون انا شايف الطفل، او ان انا اوضح المشكلة بشكل سليم قوي، بشكل كامل قوي. السلوك عامة لازم اقيس السلوك بقوته بشدته بعدد مراته بيتكرر قد ايه، بفترة الكمون الخاصة بيه. فترة الكمون هي الفرق او الوقت اللي موجود ما بين السلوك وتكرار السلوك مرة تانية.
طيب انا هنا عايز اشوف لوجو القناه ده شكله ايه. في الغالب ان لوجو القناه ده بيكون جزء بسيط قوي، يعني لوجو القناه عامه بيكون في جنب من جنب الشاشه نفسها، تمام؟ فبالتالي شكل اللوجو ده عامل ازاي؟ هل هو شكله فعلا ممكن يكون فيه استثارة او فيه مشكله خاصه بالخوف عند الطفل، تمام؟ هل الاصوات اللي هو بيسمعها فيها تون القناه لها تون ثابت، لها مستوى صوت مختلف عن بقيه القنوات؟ هل الصوت بتاعها بيكون مرتفع؟ في بعض القنوات في التلفزيون بنلاقي مستوى الصوت عالي قوي او مستوى الصوت منخفض شويه زياده. فهل السلوك اللي موجود عندي او الصوت اللي موجود عندي بيعمل له استثاره سمعيه؟ طيب هشوف السلوك، هل الطفل ده ممكن يكون بيحط ايده، هل الطفل ده بيحط ايده على ودنه بيقفل ودانه عشان ما يسمعش اصوات؟ هل بيقفل ودانه بوضع الكتف على الاذن عشان ما يسمعش اصوات؟ فبالتالي ده الطفل ده عنده استثاره سمعيه، تمام؟ والقناه اللي موجوده ده الموسيقى بتاعتها او التون الخاص بالصوت عندها بيكون زياده شويه، فبالتالي الطفل بيرفض ان هو يشغل الصوت، ايوه ولا لا؟ تمام. طيب حركه المروحه، حركه المروحه ان الطفل يبدا يبص لحركه المروحه، تمام؟ ده بيكون محتاج يشوف الاشعه اللي بتوصل للعين علشان الطفل يبدا يشوف من خلالها. احنا عندنا رؤيه بتتم ازاي؟ شعاع بيوصل للعين بينعكس على الفرد نفسه فيبدا الصوره تظهر قدامي. طيب الطفل اللي بيشوف بيحب يبص للمروحه او بيحب تدوير الاشياء، تمام؟ ده ممكن الاقي معاه برضه هلاقي فيه رفرفه او جزء من رفرفه باختلاف الشكل بتاعها، تمام؟ فده محتاج ان انا اعمل له تدريبات للحس البصري، فده مرتبطه بالحس البصري، تمام؟ طيب الطفل اللي فرط الحركه مع نوبات غضب او اصدار اصوات، الاصوات شكلها ايه؟ هل هو فرط حركه بس ولا معاه مشكله زي اضطراب التوحد؟ هل هو فرط حركه بس ولا معاه مشكله زي اضطراب التوحد؟ تمام. في الغالب تدريبات فرط الحركه اللي احنا هنشتغلها بيكون فيها تدريبات فيها جهد عضلي، بيكون اول حاجه تدريبات فيها جهد عضلي، دي اول حاجه. تاني حاجه بندرب الطفل على انتظار الدور او ان هو اتباع التعليمات، يبدا ينفذ الخطوات بناء على اوامر بيبدا ياخدها، تمام. لكن اما يكون فيها نوبات من الغضب، فرط حركه مع نوبات من الغضب، نوبات الغضب ده سلوك، لكن عايز اوضح المشكله اكتر، هي ايه اللي بيتم فيه بالظبط؟ في طبعا في مقاييس موجوده للسلوكيات، لقياس السلوكيات، وهي بمعنى صح هي ممكن تكون برامج انا ممكن احطها، ممكن احطها بنفسي عشان اقدر اقيس بيها السلوك مرتفع ولا منخفض. كمان في مقاييس غير معربه، يعني مش موجود منها، احنا عندنا قصور شديد في المقاييس الخاصه بالحواس. في عندنا الدكتور عماد السعداني كان عرب مقياس من فتره، من حوالي تقريبا سنه، يعني عمل ترجمه للمقياس، اخد البنود بتاعته وترجم المقياس، لكن هو ما كانش مقنن على البيئه لان ده سلوك، لكن هو بيفيدنا كتير في الشغل ان احنا نبدا نقيم بيه. في كمان ان انا ممكن احط رول معين، ممكن احط رول لكل سلوك من السلوكيات بالمرتفعه والسلوكيات المنخفضه، وابدا بعد كده الانماط اللي ممكن تظهر على اي سلوك، من احط كل انماط السلوكيات الموجوده عندي بالسلوكيات المرتفعه اللي هي مستثاره او غير مستثاره، وابدا بعد كده اعمل احط لها درجات على حسب مستوى الشده، يعني ما بين 0 و1 2 3، وابدا اقيم الطفل بناء على الدرجات دي. هل بالنسبه للقنوات اللوجو بتاع سبايدر مان، طيب هو لوجو القناه نفسه، لوجو القناه نفسه، يعني لو انا اخفيت اللوجو بتاع القناه ايه اللي هيتم؟ التوحد العميق. طيب هنجاوب برضو على كل ده. لو انا اخفيت اللوجو بتاع القناه، هل هو بيعرف ان برضو هي دي نفس القناه بتاعت سبايدر مان؟ هل لو انا اخفيت اللوجو بتاع القناه بيستمر بيفضل باصص بيتابع القناه، ولا بيبقى عارف ان هي دي القناه؟ تمام. زي ما قلت لحضراتكم عشان اشتغل اقيم تكامل حسي، فالتكامل الحسي محتاج رؤيه ومنظور اكتر. احنا ممكن نقول بعض التدريبات، يعني اقول مشكله الحس البصري، اقول لك التدريبات الحس البصري هبدا منين وانتهي بايه،
تمام، لكن ان انا اقيم من خلال وصف السوق، من خلال وصف المشكله اللي موجوده قدامي، بتبقى صعبه شويه، لان لازم في التقييم الحسي اكون شايف بايه، اكون شايف بعيني. الفرق بين التوحد العميق، يعني التوحد بدرجة مرتفعة، القصد هنا أستاذة عبير، هل التوحد هنا بتقصد به التوحد الشديد، هل هنا التوحد الشديد، ولا التأخر الذهني العميق اللي هو التأخر العقلي العميق، تمام؟ طبعا في هنا فرق ما بين الاتنين. أنا عندي أطفال التوحد، التوحد أصلا اضطراب في الجهاز العصبي، اضطراب في الجهاز العصبي المركزي. الأطفال التوحد بيكون عندهم قصور في التواصل، ما عندوش قصور في التواصل، التوحد بيكون عنده قصور في التواصل البصري او التفاعل الاجتماعي او اللفظي او الغير لفظي. التأخر الذهني بيكون عنده تواصل جيد، تمام، لكن بيكون عنده اللغة بتاع اللغة الخاصة بيه، اللغة اللفظية او الغير لفظية بتكون. بس رجع تاني مع حضراتكم، طيب ما بالنسبه للوجو بيحط ايده على ودنه كده، عنده مشكله بيحط ايده، وضع الايد على الاذن معناه ان في استثاره سمعيه مرتفعه، معناه ان في استثاره سمعيه مرتفعه. طالما في استثاره سمعيه مرتفعه، تمام، هبدا اشتغل معاه بعض الانماط او بعض التدريبات. التدريبات الخاصه بالحس السمعي هي ايه؟ بستخدم فيها بعض انواع الموسيقى، او استخدم فيه اصوات القران الكريم، او استخدم فيه اصوات البيئه اللي هي الاصوات الطبيعيه، اصوات زي صوت الريح والبحر والمطر والبرق، الاصوات الطبيعيه، تمام. هبدا من مستوى منخفض جدا يتقبله الطفل، بوصل لحد العتبه الحسيه الخاصه بالطفل. العتبه الحسيه هو المستوى اللي الطفل بيبدا يتقبله بدون ما يحصل له استثاره، وابدا ازود درجه صوت، ازود درجه صوت واحده على كل مستوى تدريبي، واستمر على نفس مستوى الصوت بارتفاع درجة واحدة لمدة اسبوعين لحد الطفل ما يبدأ يتقبل الصوت ده. بعد كده ببدأ ازود كمان درجة، تمام. واثناء التدريبات مش هشتغل على وتيرة واحدة، يعني بمعنى ايه؟ مش هشتغل على صوت واحد بس، يعني مش هشغل مثلا قرآن بصوت طبلاوي مثلا، تمام، اللي هي الاصوات اللي المشايخ المصريين في قراءه القران الكريم، مش هنشغل على صوت الطبلاوي دايما، لا، انا هعمل اشغل على صوت الطبلاوي، بعد كده هشغل مثلا الشيخ تاني زي عبد الباسط عبد الصمد، هبدا اغير في الصوت نفسه عشان الطفل ما يحصلوش يعني انا عايز اعمل للطفل ايه؟ تعميم للاصوات كلها، ما خلوش يتوحد مع صوت واحد، ما خلوش عنده روتينيه ان هو يسمع صوت واحد، تمام. هلاقي نفس الطفل ده مثلا اما بيسمع الاذان في التلفزيون او بيسمعه من خلال برنامج على الموبايل او الهاتف، بلاقي الطفل في بعض الاصوات بيندمج ليها او بيحبها قوي، وبعض الاصوات تانية ما بيحبهاش. هلاقي الطفل ده بيبدا يكرر اصوات بشكل هو يتقبله. باخد نفس الوتيره دي، اخد نفس وتيره الصوت اللي هو بيسمعه، وابدا
اجيب على نفس الوزن بتاعها اصوات وابدا اشغلها مع الطفل. تمام؟ برضو انا مع حضراتكم ان شاء الله لو في اي سؤال. زي ما قلنا اضطرابات المشاكل الحسيه، اضطرابات الحواس. احنا خدنا نموذج، هنكمل لحد ما في حد ما يظهر حد معانا او يبقى في اسئله. تمام؟ يا ريت اللي بيقول سؤال بيقوله بشكل واضح او يكتب لي التفاصيل بتاعته كامله علشان اقدر اساعد، او ان كل اجابه بتاعتي تكون بشكل اعمق شويه، لان كل ما كان التفاصيل الخاصه بالسلوك بسيطه فكل ما كانت الاجابه بشكل عام. تمام؟ التدريبات الحس البصري، البصر العين بتشوف ايه؟ بتشوف الوان، بتشوف اضاءه، بتشوف الوان، بتشوف اضاءه، بتشوف صور. تمام؟ فاما بكون بدرب على الحس البصري يا اما بيكون حس مستثار مرتفع او يكون حس بسيط منخفض. طيب انا مش سامع كويس، انا الاصوات ما بتحصلش ان انا اسمعها بشكل سليم، معنى كده ان انا عندي ضعف في الحس السمعي. فلاقي الولي الامر بينادي على ابنه يقول له تعالى، ابنه ما ينتبهلوش، ما يكونش فيه انتباه. لكن لو كان الطفل بيحط ايده على الـ على على الاذن، بيضغط ايديه على الاذن، معنى كده ان هو ايه؟ ان هو شايف ان الاصوات ده بيكون فيها استثاره ايه؟ عاليه. اطفال التوحد اللي عندهم خوف من الصوت العالي، هو الصوت هم ما بيسمعوش نفس الصوت بتاعي كده. يعني حضراتكم ممكن تتقبلوا صوت منخفض او صوت مرتفع. ممكن تتقبلوا صوت منخفض او صوت مرتفع. بالنسبه لاطفال التوحد هو بيكون عنده خلل في الحس السمعي، فبيسمع الصوت الضعيف جدا بيسمعه صوت عالي جدا، فبالتالي بيقفل ودانه او بيرفض الصوت او يبدا يصرخ او بيدي اي سلوك ان هو يبقى رافض الصوت ده. تمام؟ طيب انا عايزه يتقبل الصوت ده، هعمل ايه؟ اشغل الصوت على مستوى بسيط الطفل يقدر يتقبله، وبعد كده ابدا اعلي مستوى الصوت لدرجه الطفل يتقبلها، واستمر على نفس مستوى الصوت بعد الارتفاع لمده اسبوعين في التدريبات، بواقع مثلا 3 جلسات اسبوعين او 3 مرات تدريبيه في الاسبوع. تمام؟ كل مره بعلي درجه الصوت درجه واحده فقط لا غير. خليكم كده، احنا قاعدين قدام الشاشه، مشغلين تلفزيون وماسك ريموت. انا مشغل على مستوى صوت 10، فحد مسك الريموت وبدل الصوت خلاه 11، احنا هنحس بارتفاع الصوت. انا مش هنحس بان الصوت بدا يتغير معايا او ارتفع معايا. تمام؟ ده اللي هيتم بالظبط مع اطفال التوحد، ان الطفل برافض عندي مستوى صوت معين، فانا هجيب هشغل معاه مستوى صوت هو بيتقبله. طيب وبعد المستوى ده ابدا اعلى بمستوى الصوت درجه واحده، هو مش هيلاحظ التغير بتاع الصوت، لكن الصوت بالفعل هو زاد معايا. تمام؟ مقياس هيلب ده قايمة ارتقائية بقدر اقيم بيها الأطفال، لكن ما فيهاش مقياس خاص بالمشاكل الحسية. هو كل البرامج الارتقائية اللي موجودة عندنا، أستاذ حسام هجاوب على حاجة دلوقتي. كل البرامج الارتقائية هلاقي فيها إن هي بدأت تخلل البرامج دي، بعض الفقرات أو التدريبات اللي هي بتشتغل على رعاية الذات أو اللغة المعرفية أو بيشتغل على اللغة نفسها، إن أنا أقدر أتكلم أو أتواصل مع الناس، هلاقيه بيشتغل على جزء حركي، على الوظائف الحركية، حركة كبرى أو حركة صغرى، هلاقيه شامل. لكن مقياس هيلب هو برنامج ارتقائي مترتب فيه المهارات بتاعتي من السهل للصعب. تمام؟ وفي كذا مجال، في المجالات المقياس اتوضع عليه عشان اقدر اقيس الطفل مقارنة بالاطفال اللي في سنه. يعني بيقول لي ان الطفل اللي عنده 5 سنين، كل الاطفال اللي عندهم 5 سنين بيعملوا المهارات 1 2 3 4 5. لو كان فيهم طفل ما بيعملش المهارة رقم 5، معنى كان هو عنده ضعف في المهارة دي، فانا محتاج ان انا ادربه عليه. تمام؟ بالنسبة للسؤال اللي بيقول
بيصدر أصوات غير مفهومة، الأخصائي بيقلد الطفل بنفس الصوت. طيب ليه أما الطفل بيصدر أصوات غير مفهومة الأخصائي بيقلد الطفل بنفس الصوت؟ أول حاجة عندي أفضل صوت، أفضل صوت الإنسان بيسمعه هو صوت مين؟ مين يجاوب معايا؟ أفضل صوت أنا ممكن أسمعه هو صوت مين؟ كل حضراتكم أفضل صوت بالنسبة لكم هو صوت مين؟ أستاذ حسام ممكن تجاوبني، لو أنت معايا ممكن تجاوبني، إيه هو أفضل صوت ممكن الفرد يكون بيسمعه؟ أفضل صوت الفرد نفسه ممكن يكون بيسمعه. أفضل صوت، أفضل صوت عندي الطفل ممكن يكون بيسمعه هو صوت إيه؟ صوته نفسه. يعني أنا بسمع صوتي، فصوتي هو أول صوت أنا مش هنزعج منه. الدليل على كده أما كلنا بنبدأ نغني مع نفسنا بنغني ويبقى صوتي مش حلو أو صوتي يعني مش جهور أو بالظبط يا فندم. أستاذ عبد الحق ما شاء الله عليك. هو صوته نفسه، لأن مهما كان درجة صوتي عالية أو منخفضة، تمام؟ مهما كان صوت درجة الصوت عندي عالية أو منخفضة، فأنا بتقبل صوتي. عشان كده بنلاقي في بقى ناس كتير قوي او اطفال كتير قوي اما يكونوا في الـ يعني في الـ في الـ في الحمام او في التويليت يبدا يغني باصوات مختلفه عاليه او منخفضه، لكن انا بتقبله لان ده صوتي. فبالتالي انا باخد نفس التون، باخد نفس درجه الصوت او نفس النمط او نفس الاصوات اللي الطفل بيبدا يصدرها وابدا اعيد نفس الاصوات تاني، فالطفل بيبدا ينجذب ليا ان انا بديله نفس التون اللي هو بيرتاح عليه سمعيا. تمام؟ اه تمام بالظبط بالظبط يا استاذه صبرا، يا اهلا بيكي. فبالتالي انا ببدا التدريب صوت الام، صوت الام كمان لان صوت الام كان الطفل بيسمعه وبيتقبله من بدايه من وهو جنين. فبالتالي الطفل من وهو جنين بيسمع نفس الصوت، فبالتالي بيبدا بيحصل ايه؟ بيحصل تكيف سمعي مع الاصوات ديت. تمام؟ لكن بالترتيب عشان يتقبل اصوات هيبدا يسمع صوت نفسه الاول ويبدا بعد كده يسمع صوت الام. يعني هو احب الاصوات لنفسه اللي ما بيحصلش فيها اي استثاره هو صوته نفسه. تمام؟ طيب الطفل اما يكون عنده استثاره سمعيه تمام او بيعمل اصوات، معنى كده ان هو محتاج يتدرب على نفس الوتيره او نبدا ندخله نفس التون اللي هو بيشتغل منه، عشان كده اللي هو بيكرره. علشان كده الاخصائي اما بيشتغل معاه بيعيد ويكرر معاه نفس مستوى الصوت نفس التون. تمام؟ ومن هنا كمان كان منهجيه السان رايز ان هم كانوا الاب والام لما ابنهم كان عارف ان هو توحد بداوا يكرروا نفس يقلدوا الطفل في كل الاصوات وكل الحركات اللي كان بيعملها، لحد ما جه في مره واحده توقفوا عن تقليده فبدا هم يعملوا حركات فبدا الطفل يبدا يقلدهم. تمام؟ في سؤال بس ارجع اشوفه تاني بعد اذنكم. الطفل عنده فرط في الاكل زي البهارات والثوم، ازاي نتخلص منها؟ تمام. التدريبات الحسية بمعنى بسيط قوي، التدريبات الحسية تمام؟ أنا عايز أوصل للطفل لمستوى هو مش حابه من خلال مستوى هو بيحبه. تمام؟ يعني أنا عشان أشتغل على الحس التذوقي، الطفل اللي هو بيرفض بعض الأكلات اللي فيها بهارات أو فيها طعم معين أو فيها ملح زيادة أو فيها ملح أقل باختلاف الطعم بتاعها، فانا هشتغل على كذا مستوى. اول حاجه هغير اللون والطعم والريحه والقوام نفسه، اللون والطعم والريحه والقوام نفسه. تمام؟ يعني هبدا ادي للطفل نفس الاكل اللي هو بيتقبله، هو ما بيحبش البهارات او الثوم. تمام؟ انا هبدا ادخل البهارات بشكل بسيط جدا، بشكل بسيط جدا، واغير في القوام بتاع الاكل. بعد ما كان الاكل لين او طري ابدا اخليه لين اكتر او يكون ناشف شويه كمان، يعني اخليه يا اما انزل اغير فيه بان انا اخليه يبقى طري اكتر او ان انا اخليه ناشف او شديد اكتر. تمام؟ اغير في اللون، اللون ابدا اضيف عليه بعض المكونات اللي هي ممكن تغير اللون بتاعه، مثلا انا هعمل
فرض ان عايز اقول اكله تكون معروفه للكل، مثلا المكرونه، المكرونه بيكون لونها ابيض، بفرض ان هو ما بيحبش البهارات او الثوم عليها، ده بفرض لو هي بتحط عليها البهارات او الثوم. فانا هبدا اضيف، احط المكرونه بشكل طبيعي ان الطفل يبدا يتقبلها، وابدا اضيف البهارات جزء بجزء لحد الطفل ما يبدا يتقبل الجزء اللي انا ضفته ده، واعلى مستوى اعلى منه لحد ما اوصله للشكل الطبيعي. يعني انا عايز اوصل الطفل من مستوى هو بيحبه لمستوى هو ما بيتقبلهوش، تمام؟ ازود تدريجي، اغير في اللون والطعم والريحه بشكل تدريجي، تمام؟ واستمر على كل تغيير لمده اسبوعين، واستمر على نفس التغيير ده لمده اسبوعين، وان شاء الله في النهايه هيكون الطفل بياكل الملامس مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ ايه تفسير مشكلة ان الطفل بيحب يمسك قطعة مناديل، لحظة بس اشوف اللي اتكتب، ويفضل يبرم فيها بصوابعه بحيث تبقى زي الحبل، او انه يحب دايما يبقى في ايده شريط من اي مادة قماش او بلاستيك او غيرها لفترة طويلة جدا. طيب ده حس لمسي، بنلاقي بعض اطفال التوحد بيرتبطوا، يعني كان ممكن يرتبط بخيط او بسلك او بحاجه مناديل يبدا يفركها في ايده ويحركها كتير، تمام؟ تمام، يعني هنتابع بس كل الاسئله اللي بتظهر قدامي عشان ما نسيبش حاجه، تمام؟ هنتابع مع حضراتكم الاسئله كلها عشان ما ننساش حاجه او ما نسيبش حاجه، تمام؟ دي مشكلة حسية لمسية، المشاكل الحسية لمسية اللي هو اللمس الخاص بالجلد نفسه، عندي الحس اللمسي ده مرتبط بإيه؟ بالجلد، لأن اللمس بيكون من خلال الجلد، أو الجلد كله مش شرط الكف بس، بيكون مرتبط بالجسم ككل. بلاقي المشاكل الحسية كمان، في معلومة ممكن ألاقي الطفل عنده استثارة في الحس اللمسي مثلا في الإيد، ولاقي في جزء تاني عنده فقد او ضعف في الاحساس، تمام؟ ممكن الاقي عنده استثارة في منطقة معينة وضعف في منطقة تانية، تمام؟ الطفل اللي بيشتغل اللي بيلف او بيبرم المناديل او القماش او غيره، فهو محتاج يحس بالملامس، انا هبدأ ادرب معاه على الملامس من مستوى، يعني هو كده عنده ضعف، في الحس اللمسي، فانا محتاج ابدا من مستوى مرتفع، يعني في الخشونه يكون خشن في اتجاه، والتدريبات بتاعتي بتبدا تقل في الخشونه لحد ما اوصل لمستوى ناعم قوي، تمام؟ ده بالنسبه للحس الطفل اللي هو بيمسك المناديل. علاج مشكله الصراخ والاستثاره خاصه في اماكن معينه مع انزعاج شديد وضرب الارجل والتصفيق، هل له علاقه بالمشكله الحسيه ام انها مشكله توصيليه؟ الطفل ده في الغالب ما عندوش لغه تعبيريه، اكتر اي مشكله في التعبير. عبد الحق، هي في الغالب دي مشكله خاصه الطفل اللي بيعمل كده، ما عندوش لغه تعبيريه يعبر بيها كويس، فبدا يعمل معايا سلوك، السلوك اللي هو بيعمله ده علشان يبدا يتواصل مع الناس اللي حواليه. انا مش قادر، ما عنديش لغه ابدا اتواصل بيها مع الناس، فكل ما افرح ابدا اصرخ او ابدا اسقف او اخبط بايدي، تمام؟ عشان ابدا اتواصل معاك، هو ما عندوش ضعف. في الحاله دي انا محتاج ان انا ادرب الطفل على اللغه الاستقباليه، ان انا ازود عنده مهارات اللغه الاستقباليه او مهارات اللغه التعبيريه، لان اما انا ابدا اوظف المهاره دي عنده، اوصل له ايه المشاعر، ادربه على المشاعر والانفعالات، يقدر يعبر عن فرحه ويقدر يعبر عن حزنه، تمام؟ فبالتالي هو هيبدا يقلل السلوك اللي موجود معايا ده خالص، تمام؟ طيب انا بس مش عارف اتواصل للاجابات، اوصل للاجابة.
ازاي الطفل التوحدي لنفسه؟ في عند امرين، اما يكون الطفل ده ناطق او غير ناطق، يا اما يكون عنده مشكله حسيه او ده سلوك عادي هو عايز يعبر بيه عن احتياجاته. يعني الطفل بيأذي نفسه امتى؟ هو عايز يعبر لكن مش قادر يعبر لان ما عندوش لغه، فبالتالي اما انا بضربه على لغه اللغه التعبيريه او اللغه يبدا يتواصل بيها معايا، فالسلوك ده هيبدا يقل. تمام؟ اما لو كان بيأذي نفسه بسبب مشكله سلوكيه، فانا محتاج اعرف هو بيأذي نفسه ازاي، يعني بيخبط دماغه في الحيط، بيخبط نفسه، بيرمي نفسه في الارض، تمام، علشان ابدا احل المشكله دي. بيرفض، في طفل بيرفض تمام جلسه لدرجه انه يفضل يصرخ ويعيط كتير، واحيانا توصل انه يعور نفسه جامد زي انه يعض لسانه حتى ما يجيب دم، واحيانا يوصل انه يحب يعور او يضرب الاخصائي برغم بيكون في معزات اثناء الجلسه. ايه الحل وايه السبب؟ هو الطفل هنا رافض، ده سلوك الطفل زي ما قلنا في الاول، احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. تمام؟ هنرجع للسؤال بتاع حلم عمري. ده سلوك الطفل، يا اما يكون رافض شيء فبيعمل سلوك، يا اما يكون محتاج لشيء فبرفض السلوك، يا اما يكون حابب يظهر او حابب يلفت الانتباه فبيعمل السلوك ده، يا اما يكون عنده مشكله حسيه داخليه هو بسببها بيعمل السلوك ده. هنا الطفل اللي رافض ان هو اول ما يدخل الجلسه يبدا الصراخ ويبدا العياط بتاعه ويبدا في ايذاء النفس. تمام؟ لو هو السلوك ده مرتبط بالجلسه بس، معنى كده ان الطفل رافض ان يشتغل في الجلسه، فهلاقي الطفل كل ما يجي في وقت الجلسه او في المكان اللي بيعمل فيه اللي بياخد فيه الجلسه هلاقي بيعمل نفس السلوك ده. ده سلوك بيئي، الطفل رافض ده. المفترض ان انا بقلل المهارات واوصل للطفل ان هو بيلعب مش هيعمل نشاط صعب او غيره علشان يبدا يتقبل الجلسه معايا. تمام؟ تفسير مشكله اكل الاشياء الغير صالحه. الاشياء الغير صالحه للاكل، الاشياء الغير صالحه للاكل. تمام؟ فيها امرين. اول حاجه ان هو يكون عنده مشكله زي مشكله اللي بنسميها البيكا، والبيكا ده اضطراب اللي هو اكل ما لا يؤكل، وبيوصفوه بان هو بالبيكا، بطار البيكا، لان طار البيكا بياكل كل شيء. تمام؟ فده بيكون سلوك، يا اما يكون سلوك تذوقي لانه هو عايز يتذوق، لانه يكون عايز يتذوق بعض المذاقات، وده في الحاله دي بيكون خلل حسي، او بيكون مشكله في المعادن اللي موجوده في الجسم، فالطفل بيكون عنده المعادن غير منتظمه بالزياده او بالنقص بعض المعادن، فبالتالي بيبدا يجمع المعادن او الحاجات اللي الجسم محتاج لها من الاشياء المحيطه به، ياكل كل شيء واي شيء يقدر يعمل له تعويض الحاجات دي. الافضل ان في الحاله دي في الاطفال اللي هي عندها مشكله اكل الغير صالح للاكل او اكل ما لا يؤكل او عنده مشكله اضطراب بيكا، ان انا بعمل له تحليل معادن الاول. اعمل له تحليل معادن علشان اعرف اذا كان هو عنده مشكله في المعادن ولا لا. تمام؟ ما فهمتش من المفروض، لكن لازم ادور في الملفات اللي عندي. مش فاهم يعني ايه. تمام. في معرفة درجة حساسة المسيرات للطفل شيء مهم في العلاج، ام نبدأ في علاج بمجرد معرفة السبب؟ لا، ما انا عايز اعرف، يعني انا عندي لو المشكلة الاستثارة او المسيرات للطفل. تمام؟ لو مثلا الطفل انا عندي، انا لازم اعمل تقييم حسي، انا لازم اعمل تقييم حسي انا كاخصائي او حد شغال مع الطفل. بمعنى ايه؟ انا عندي طفل بيرفض الاصوات، بحط ايده على ودنه. تمام؟ طفل عندي بيرفض الاصوات وحط ايده على ودنه. تمام؟ خليك معايا يا استاذ عبد الحق. تمام؟ هو بيحط ايده على ودنه. طيب لو انا شغلت الصوت عندي من واحد، تدرج الصوت عندي من واحد لمية، تدرج الصوت عندي من واحد لمية، لو انا مشغل مستوى واحد بس، هل الطفل بيرفضه ولا بيقبله؟ لان الصوت منخفض جدا، طبعا هيقبله هو مش سامعه. طيب وصلت لمستوى 2 3 4 لقيته متقبله، فاما وصلت لمستوى 10 في الصوت، لدرجه 10 في الصوت، بدا الطفل يرفض الصوت 10. تمام؟ فيبقى العتبه الحسيه بتاعته عند مستوى الصوت كام؟ 9، اللي هو قبل رفض الطفل للصوت او السلوك ده. فانا كده بضرب على نفس مستوى الصوت اللي هو المستوى 9. تمام؟ وابدا لمده اسبوعين على نفس الصوت، وبعد كده ببدا ازود
درجة بدرجة، كل درجة بزود فيها لمدة أسبوعين، يعني أزود درجة وأفضل عليها لمدة أسبوعين، تمام؟ الطفل عشان نخلي الطفل التوحدي يقوم بتوصيل للوالدين اللي بيحصل معاه في المدرسة، إن هو حكي إن هو يحكي لي كل شيء يحصل بخارج المنزل، تمام؟ طيب أول حاجة عندي لازم إن الطفل يكون عنده اللغة بتاعته بشكل كويس، عنده اللغة التعبيرية بيقدر يعبر بيها بشكل كويس، تمام؟ بدرب الطفل على سرد القصة، إن هو يبدأ يوصف لي صورة، إن هو يبدأ يوصف لي حدث معين، تمام؟ بعد كده ببدأ أسأل الطفل كل مرة أنت كنت فين؟ عملت إيه؟ رحت فين؟ جيت إزاي؟ ببدأ أسأله ويبدأ الطفل يجاوب عليا. بعد كده ببدأ أقلل مستوى السؤال اللي عندي شوية لحد ما يوصل إن هو يبدأ يحكي لي القصة كاملة، يعني باخدها بشكل تدريجي، تمام؟ في مناهج التربية الخاصة، مناهج التربية الخاصة، ولو بصيت لأقوى برنامج في التربية الخاصة هو برنامج أو منهج تحليل السلوك التطبيقي الـ ABA أو Applied Behavior Analysis. البرنامج ده أو القائمة دي أو المنهج ده بيقول لي إيه؟ أجزأ المهارة، أجزأ المهارة لأبسط جزء وأبدأ أدرب الطفل عليها. بعد كده الطفل قدر يعملها تمام بكمل، ما قدرش يعملها بقدر بعد كده بستخدم معاه معزز، استخدم مع الطفل ايه؟ معزز، تمام؟ والمعزز يكون قوي، وكمان بقيس الفعاليه بتاعت المعزز كان له تاثير مع الطفل ولا لا. بعد كده بقدر استخدم نوع من انواع المساعده. اما الطفل يجتاز المواقف دي ببدا اعلى في الدرجه، يعني كنت مثلا في ان انا اخلي الطفل يحكي لي اللي بيحصل بره المنزل او يحكي لي اللي بيحصل في المدرسه، انا هدرب الطفل في البدايه ان هو يوصف لي صوره او يوصف لي حدث، وبعد كده يوصف لي حدثين او يوصف مجموعه من الافعال في صوره، تمام؟ وابدا ازيد في المستويات. هل وضع السماعات على اذني الطفل المستثار تعتبر حاله صحية أم نتركه في مواجهة المثيرات لكي يتعود؟ طيب عشان أوصل للطفل لمستوى تكيف سمعي، تمام؟ فالطفل بيرفض الأصوات، فمن ضمن العلاجات إن أنا بلبس أخلي الطفل يلبس سماعات بتعمل فلتر أو بتمنع الأصوات إن هي توصل له، أو إن أنا أوصل له أصوات معينة من خلال نفس السماعات دي، صوت الطفل يكون بيتقبله، يعني السماعات دي بيكون لها يا إما عشان عزل الصوت الطفل ما يسمعش اي صوت خارجي، او علشان اوصل لطفلي صوت معين انا محتاج ان هو يسمع الصوت ده بس، تمام؟ طبعا هو ده حاجه كويسه بقدر اتدرب الطفل عليها، لكن مش مجرد ان انا البسها له عشان افصل اصواته بس، لا ده انا عايز افصل الاصوات ادخل له درجه معينه من الصوت ابدا اتقبل الطفل عليه، لحد ما يجي في وقت معين الطفل بدا يتدرب على الاصوات يعني من خلال السماعه، ابدا اشيل السماعه، غالبا بتكون سماعه من فلتره بتتباع على موقع امازون، هي خاصه بالتوحد باطفال التوحد، ببدا اشيل السماعه وابدا ادخل الطفل نفس مستوى الصوت اللي هو كان بيسمعه فيبدا يتقبله لحد ما يتعود عليها بالظبط كده. أنا مع حضراتكم. لا تحت أمرك يا فندم. يا ريت بس أنا محتاج إن أنا عشان نعمل التقييم الحسي، موضوع الحواس عندي موضوع كبير أوي وسهل أوي، سهل أوي إن أنا أوصل له، إن أنا أبدأ أحط فنيات أو مهارات من نفسي أبدأ أشتغل عليها، تمام؟ إن أنا عايز أقيس السلوك، أي سلوك عندي بيكون يا إما مرتفع يا إما يكون منخفض، يا إما يكون مستثار يا إما يكون ضعيف او غير مستثار، فانا محتاج ان انا اوصل الطفل من اخليه يتكيف مع ده ومع ده. بالنسبه لمشكله شد الشعر ورفض تسريحه ورفض تقليم الاظافر للطفل كفيفه، ربنا يعافيها يا رب، ايه تفسير المشكله دي؟ ورايي تعمل معاها الام في البيت، مع العلم الطفل غير ناطق. هو ده اعاقه مزدوجه، يعني الطفله كفيفه غير مزدوجه، برضو يعني كفيفة غير ناطقة. طيب هي فيها توحد كمان، معاها توحد، هي كده توحد كمان،
هو رفض الملامس، رفض الملمس بتاع الشعر. تمام. يمكن انا كنت من كام يوم كنت بعمل بث، كان في البث ده كنا بنعرض بقى المشاكل الموجودة عندنا، زي مشكلة الحس اللمسي. الحس اللمسي لو انا عندي المنطقة دي مستثارة او مش قادر حد يلمسها لي، تمام، البروفايل الحسي اكيد طبعا بيساعد كتير اوي في التقييم الاضطرابات الحسيه. البروفايل الحسي بيساعد كتير اوي في تقييم الاضطرابات الحسيه اكيد طبعا. استاذه بوسينا، بالنسبه للبنوته الكفيفه، هي اولا هي كده عندها استثاره حسيه لمسيه، عندها استثاره حسيه لمسيه، تمام. بالنسبه لاستخدام المشط او الفرشه، الاول انا هبدا ادرب الطفله على المشط نفسه، هجيب لها فرش ناعمه قوي واخلي الطفله تمسكها بايديها وتبدا تسرح شعرها، اجيب لها فرش ناعمه جدا، ابدا معاها فرش ناعمه جدا تكاد لا تكون بتاثر في فروه الراس او في الملامس نفسها. بعد كده بزود، بجيب فرش مستوى اعلى من الخشونه، تمام، لحين ما تتقبل موضوع الملمس او ان هي تسرح شعرها. اشرح لي اكتر عن كيفية مدرب الطفل التوحدي انه ينقل ما يحدث معه في المدرسة. تمام، حاضر حاضر، برضو نشوف دي كمان ان تكون لقاءات اخرى مع الاستاذ. ان انا في حاجة مثلا عرفت الجوانب العلاجية فيما يخص الحواس، نقطة فيصلية في الوصول بالطفل للاتقان والتعليم. تمام، كلام سليم. هو انا مع حضراتكم ان شاء الله، لو في اي وقت انا موجود مع حضراتكم باذن الله. تمام. طيب، عايز اقول نقطة اوي. احنا المخ عندنا عامل زي جهاز الكمبيوتر، له مدخلات وبيطلع مني مخرجات. المخرجات اللي بتكون عندي اللي انا ممكن اطلعها من المخ البشري او العقل البشري، زي الكلام، زي المعرفة، زي الادراك، تمام. فطالما البيانات والمعلومات دخلت للمخ او العقل البشري بشكل سليم، فبالتالي هتكون ردود الافعال بتاعتها طالعة بشكل سليم. انا علشان ابدا اخد الطفل يبدا يتعرف معايا على صوره معينه، لازم في الاصل يكون شافها بشكل سليم. فلو هو شاف صوره بشكل غير سليم، فما تتسجل في الذاكره البصريه، هتتسجل بشكل غير سليم. الاداء الحسيه الافضل في التقييم انا ممكن ابعتها، هنسيبها في رابط على الجروب ان شاء الله، يعني نخلص بس واضيف رابط، على مقياس حسي معرب، ده خاص بالدكتورة مادة السعداني. هو مقياس حسي تم تعريبه من خلال دكتور عماد السعداني. ممكن عماد السعداني ده دكتور ما شاء الله، يعني أستاذ ده في التربية الخاصة هنا في مصر. ممكن أضيف الرابط بتاعه هنا إن شاء الله. تمام؟ على ننتقل من مستوى لمستوى تاني في اي حس من الحواس، من مستوى سمعي او بصري او شمعي او اي حس من الحواس، على الاقل هناخد اسبوعين بعد التدريبات، هناخد اسبوعين. بعد الاسبوعين ببدا انتقل من مستوى لمستوى التاني الاعلى منه، بتنقل من مستوى لمستوى تاني بشكل اعلى، يعني بعد اسبوعين من التدريبات. تحت امركم. ميهوبي عطاف، طيب انا مش عارف يعني هل اللهجه المصريه معروفه لكل اخواتنا الجزائريين ولا لا، تمام، لكن هوضح لكم شيء، يعني شيء بسيط. انا عايز اعرف ايه هي المشكله او ايه هي الاسباب بشكل حسي، تمام. فعشان اقول ايه هي المشاكل، انا عايز اعرف السلوك. السلوك هو كل شيء بيظهر من الفرد، كل شيء بيظهر من الفرد، تمام، كل حاجه بتحصل منه. طيب احنا ليه بنرفض السلوك ده؟ لان السلوك ده ما بيكونش مناسب للبيئه
او للمجتمع او للعادات والتقاليد، وبالتالي احنا بنرفض السلوك ده. يعني مثلا لو طفل واقف بينط، لو طفل واقف بينط فده عامل لي مشكلة. طيب لو انا دربت الطفل ان هو يبدأ يمسك الحبل ونط الحبل، انا كده هقول له شابوه برافو عليك، انت كده كويس وجميل. هو المكان البيئة اللي السلوك بيتم فيها شافت ان السلوك ده غير مناسب للمكان نفسه، فاما اجي ادرب على السلوك انا بدور على سلوك بديل. اول حاجة ان انا بدور على سلوك بديل من نفس ونوع وشكل وجنس السلوك اللي الطفل بيبدأ يعمله، تمام، عشان ابدأ اديله. يعني مثلا لو طفل بيرفرف، لو الطفل برفرف بايده، ايه المانع ان انا لو ضربته ان هو يرمي لي كوره في باسكت، يلعب باسكت. الباسكت عباره عن رفرفه بنفس الشكل اللي فيها اللي الطفل بيرفرف فيها، تمام. الطفل برفرف بايده فانا جبت له كوره بدا يرميها باسكت، يلعب باسكت. فانا هنا وظفت سلوك الرفرفه بسلوك مقبول اجتماعيا وبيئيا علشان ما يكونش الطفل ده ايه رافض، مرفوض من المجتمع اللي هو موجود فيه. تمام يا فندم، تمام، تسلم. يعني احنا فرق ما بين مصر والجزائر والمغرب العربي كله، يعني اللهجة بسيطة لكن ما شاء الله يعني احنا كلنا بنعرف بعض كويس يعني. تسلم يا فندم، ربنا يكرمك يا رب، شكل فضلكم. استراتيجيات التكامل الحسي تحت امركم، انا يعني انا في اي وقت انا موجود تحت امركم، ممكن نعمل لقاء مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، مفيش مشكله. الفكره في المشاكل الحسيه اللي بيتم عرضها حاليا بيتم سرد المشكله الحسيه بشكل مقتضب، شكل بسيط. وعلشان نبدا نقيم المشكله الحسيه واقول ايه التدريبات اللازمه بشكل عميق، لازم اكون عارف ايه شكل المشكله الحسيه عندي بشكل كامل. انا موجود في اي وقت، اي حد عنده مشكلة ممكن تتواصلوا معايا وتبعتولي، ابعتولي على الخاص وانا اجاوب بشكل تفصيلي، او لو في حد مش عارف يقيم لي او يشوف لي المشكلة بالظبط ممكن يصور لي فيديو، لو فيديو بسيط للسلوك نفسه وبعت له وانا ببدا معاكم ادخل واشوف الدنيا فيها ايه، او ايه هي المشكله اللي موجوده عند الطفل ده، وابدا نحط مع بعض استراتيجيات للتدريب اللي انا بقدر ادرب الطفل عليها. اول حاجة التوحد مش مرض. ليلى عيسى، استاذة ليلى، اول حاجة التوحد ليس مرض، تمام. احنا قلنا في البداية ان التوحد نوعين، يا اما ناطق يا اما غير ناطق، والغير ناطق نوعين، يا اما طفل رافض الكلام، هو يقدر يتكلم لكن هو رافض الكلام، يا اما يكون غير قادر على الكلام، تمام. في البداية عشان أوصل لمستوى الكلام في بعض الخطوات اللي لازم أشتغل عليها، في بعض الخطوات اللي لازم أشتغل عليها. زي إيه الخطوات دي؟ تمام. أول حاجة عندي، أول حاجة عندي إن أنا محتاج إن أنا أدرب الطفل على في ثلاث حاجات لازم أشتغل عليها: الانتباه اللي هو التواصل، والتقليد إن هو يقلدني، والتقليد له مستويات ودي مهمة قوي، التقليد نفسه له مستويات وهي مهمة قوي. بعد كده تنفيذ الأوامر. لو أنا بصيت لأغلب البرامج العلمية والعالمية، أغلب البرامج العلمية والعالمية هلاقيهم بيأكدوا معايا على الانتباه والتقليد وتنفيذ الأوامر. طيب طفل غير ناطق، أنا محتاج في مستويات التقليد عندي أنا محتاج التواصل يبدأ يزيد. بعد ما كان تواصل بصري نظرة العين، يبقى تواصل بصري يزيد لمدة معينة من الوقت إن أنا أزودها، وبعد كده يزيد طول فترة الحديث، أنا كده بزود التواصل، تمام؟ طب التقليد، أول تقليد عندي بيكون تقليد للحركات الكبرى من وضع الجلوس، الطفل واقعد مكانه على الكرسي يبدأ يقلد، أقول له اعمل باي، سقف، خبط برجلك في الأرض أو دب برجلك في الأرض، هز راسك، يعمل بعض الحركات اللي أقدر فيها أستخدم فيها حركات الجسد الكبرى من وضع الجلوس. طيب ابدا اصعبها عليه كمان شويه، اخليه يعمل لي حركات الجسد او الحركات الكبرى يقلدني فيها وانا واقف، فدي بيكون فيها درجه من الصعوبه اعلى شويه، تمام. طيب بعد ما كان بيقلدني وانا واقف، تمام، ابدا اخليه يقلدني حركات دقيقه، المس مناخيرك، ايدك على شعرك، امسك ودانك، شبك صوابعك،
تمام، ده مستوى اعلى. بعد كده اخليه يقلدني في استخدامات الاشياء، اهز شخشيخه، اصفر بالصفاره، اخبط بالمعلقه، يقلدني وانا بغسل سناني، يقلدني وانا بعمل بعض المهارات الدقيقه، تمام. ده مستوى تاني، تمام، ده مستوى تاني. احنا في اجابه السؤال بتاع خاص باستاذه ليلى، تمام. انا كده تقليد في مستويات ودرجات، تمام. انا ببدا اصعب التقليد كل فتره وبتنقل من مستوى للتاني بشكل بسيط. كنت الاول بقلد من وضع الجلوس، بدات اقلد حركات كبرى من وضع الوقوف، بدات اقلد الحركات الدقيقه، بدات اخلي الطفل يقلدني باستخدامات الاشياء. بعد ما كان بيقلدني باستخدامات الاشياء اخليه يقلدني في حركات الفم والشفاه، يعني بلعب حواجبي، اخليه يلعب حواجبه، تمام، احرك شفايفي حتى بدون صوت، يبدا يقلدني، اطلع لساني حركه اللسان يبدا يقلدني، تمام. طيب وبعد كده بعد ما يقلد حركات الفم والشفاه اوصل لمرحله مهمه هي التنغيم او مرحله الصوت او الايكو، الترديد الصوتي، تمام. عشان اخلي الطفل يبدا يردد صوتي، عشان يبدا يردد معايا، لازما ادربه على حاجه اسمها الطلب او المند. اما ادرب الطفل على الطلب، هو انا عايز الطفل يقول لي جمله او يكرر معايا جمله، هيكرر الحاجه اللي انا عايزها ولا الحاجه اللي هو عايزها؟ من الطبيعي ان الطفل هيكرر الحاجة اللي هو محتاج لها. عشان كده اما هندرب، هندرب على المعزز. الطفل بيحب البسكوت بشكل عالي قوي. مثلا كان من ضمن المعززات اللي انا بشتغل بيها مع الطفل، اللي انا خدتها من ولي الامر، ان قال ان ابني او بنتي بتحب الحاجة دي قوي، فانا جبت الحاجة دي، كانت بسكوت مثلا او بسكويت او بونبوني، تمام. فانا بديها للطفل، بقول له عايز ايه؟ فهو عايز من دي، هو بحبها، فانا مش هديها له بشكل مباشر، تمام؟ لا، ده انا عايز، محتاج ان انا ازود الدافعيه عند الطفل. طب الدافعيه تزيد ازاي؟ بالحرمان. كل ما احرم الطفل من المعزز ده، محدش، اي حد في المحيط او في الاسره او في البيئه اللي هو بيعيش فيها بيقدم له المعزز ده غيري انا. فهو عايز ياخد البسكوت ده. فايه اللي بيحصل؟ بقول له عايز ايه؟ فهو بيشاور، عايز ده. لو شاور بديله، لان الاشاره لغه، لغه غير لفظيه. بعد ما كان بيشاور هوصل ان هو يحرك لي شفايفه، بقول له ايه؟ بسكوت. فلو قال لي توت او كوت او بس او حرف باء بس فقط لا غير كده، فهو كده قال الاسم بتاعي. فابدا اعزز الطفل واديله المعزز بتاعه. طيب بعد كده هتنقل لدرجة أعلى، عايز إيه؟ لازم يشاور ويقول لي، يا كان بيشاور بس أو كان بيحرك شفايفه بس، لا بعد كده هيشاور ويحرك شفايفه بالمعزز اللي هو عايزه. هو هيقول اسم المعزز لأن هو محتاج له، ولأني حرمته منه فهو محتاج له بشدة، ولأنه محتاج له بشدة فهيضطر إن هو يقوله لأنه عايز ياخده. عشان كده أنا بدرب الطفل على الطلب الأول، وبعد كده بدربه على التسمية، ان هو يبدا يسمي. بدربه الاول على الطلب، بعد كده ببدا ادربه على ايه؟ على التسميه، تمام. ان شاء الله يعني لحد 9 سنين، لحد 11 و12 و14 سنه بيقولوا فيه الدنيا ان شاء الله هتبقى كويس، وطفل التوحد يبدا يتكلم معايا. برضه عشان تبقى مطمنه، يعني في حد من الزملاء كان يعني كان فاكر، كان قصه حكاها لنا، ان واحد طفل عنده 18 سنه، 18 سنه هو كان توحد غير ناطق، وبعد 18 سنه كان بياكلوا، حاطين اكل على السفره بتاعتهم وبياكلوا، فهو مش عايز ده، هو كان رافض الحاجه اللي موجوده دي، فبالتالي قال لهم ليه؟ هو عبر لفظيا وسال. بعد 18 سنه ما كانش فيه كلام خالص وكان غير ناطق، لكن بعد 18 سنة عبر وقال ده ايه وده ليه، بدأ عبر لفظيا عن حاجة هو كان محتاج لها، تمام.
يعني حضرتك استاذه ليلى ممكن تدربي على المستويات بتاعتنا الاول في التقليد لحد ما توصلي لتقليد حركات الفم والشفاه. اما توصلي لتقليد حركات الفم والشفاه فاللي بعد الفم والشفاه هي مرحله الكلام او مرحله الايكو. مرحله الايكو او الترديد بتكون بعد تقليد حركات الفم والشفاه. يعني لو احنا وصلنا لمهارات الفم والشفاه فتأكدي ان بنتي هتتكلم الاسبوع ده او الاسبوع الجاي، هتطلع اصوات. انا عندي الاصوات في اللغة بتبدأ بايه؟ بصرخة الميلاد. اصوات في اللغة بتبدأ عندي من صرخة الميلاد، الطفل اول ما بينزل بيصرخ، فده اول حاجة في الاصوات عندي. بعد كده باصوات المناغاة، الاصوات المناغاة لعمر 3 شهور. بعد كده بتزيد لاصوات مكررة في عمر 6 شهور. فانا هبدأ مع الطفل ان هو يبدأ يكرر لي اصوات. طب يكرر لي انا اصوات المقاطع الصوتية الخاصة بالمعزز اللي أنا حرمته منه، اللي أنا بستخدمه له معزز، اللي أنا هسميه الطلب الماند. كل ما هضربه على الماند كل ما كان هو محتاج الحاجة بتاعتي، كل ما كان في حرمان، في حرمان للمعزز كل ما زادت الدافعية في طلب المعزز، هو محتاج لها قوي، فبالتالي هيبدأ يلبي رغباتي إن هو يبدأ يحرك أو يحرك شفايفه أو يسمي بأصوات أو بإشارة يعني جسدية إن أنا عايز ده. تمام؟ وإن شاء الله ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب بإذن الله. إمتى أقدر أقول إن مشكلة حسية ما تمت معالجتها، وهل ممكن بعد معالجة المشكلة تظهر تاني وقت بعد وقت؟ تمام. من مجموع الأسئلة اللي حضرتك بتسألها يا أستاذ محمد عبد العزيز، من مجموع الأسئلة اللي بتسألها معناها إن حضرتك أخصائي. تمام؟ طيب المشاكل الحسية في العموم بتروح لوحدها وترجع تاني لوحدها، يعني مش بتروح لوحدها، بترجع أنماط. يعني أنا دلوقتي عندي مشكلتين. تمام؟ إمتى الأول أعرف إن المشكلة انتهت؟ إن بلاقي الطفل عنده الحس عنده أو الحاسة موجودة بالمستوى مرتفع أو منخفض، والطفل بيتكيف مع الحالتين. لو كان الطفل بيتكيف مع أي حالة من حالات الحس ده معنى كده انه خلاص ما عنديش مشكله فيه. لكن المشاكل الحسيه في العموم بتظهر وبتختفي. انا عندي صداع، عندي صداع جامد قوي، وعندي مغص. تمام؟ انه اشد الصداع ولا المغص؟ انا كان عندي الصداع شديد قوي، فكل تفكيري ما كانش في المغص، كان فين؟ كان في الصداع. فده اللي ههتم بيه. تمام؟ طيب اما المشكله الخاصه بالصداع راحت، هبدا ادور على ايه؟ المغص اللي عندي. ليه الطفل بيعمل السلوكيات او الحركات النمطيه التكراريه اللي هو بينفذها او بيعملها بشكل دائم؟ هو ليه بيعمل كده؟ لعشان يعمل لنفسه تكيف. هو بيحاول يحصل يعمل لنفسه تكيف للحس اللي فيه ضعف. تمام؟ وبالتالي بتظهر عندي المشكله الحسيه. السلوك اللي بيبدا يظهر عندي اللي هو السلوك الحركي او السلوك التكراري او النمطي اللي بيظهر مع الطفل. تمام؟ لكن اما يحصل معالجة حسية بشكل سليم لأي حس من الحواس خلاص هي خلصت. لكن في أهم من التعميم أو من التدريب على السلوك هو تعميم السلوك. يعني أهم من السلوك، أهم من التدريب على المهارة هو تعميم المهارة. إن أنا أوظف المهارة دي في كل وقت في البيئة المحيطة بالطفل، في كل بيئات الطفل. يعني الطفل اللي كان بيمشي على أطراف الأصابع، فأنا دربته خلاص، دربته بعد انتهاء مرحلة التدريب الطفل بدأ يمشي على رجله بشكل سليم. طيب هل أنا أنسى إن هو عنده مشكلة؟ لا، أنا هبدأ أشتغل على المشكلة دي، أخلي الطفل أعلمه رياضة يبي يجري، أبدأ أخليه يشيل معايا أوزان فيبدأ يضغط على رجله. تمام؟ يبدأ يستمر بالتدريب بس في توظيف في البيئة نفسها. تمام؟ مركز خطوة بخطوة. يا أهلا بيك أستاذة دكتورة أميرة خطاب. دكتورة أميرة خطاب قائدة فريق مركز خطوة بخطوة ومن الناس المتميزين جدا في مجال التربية الخاصة. أهلا بيكي. وطبعا هي من مؤسسين من أعضاء المؤسسين في فريق قوافل الخير للتربية الخاصة، ودي أول مبادرة على مستوى الوطن العربي أو مستوى العالم في مجال التربية الخاصة. أهلا بيكي. عندي الحواس هي زي ما قلنا المدخلات. عندي الحواس بتاعتي هي المدخلات. بيانات دخلت بشكل سليم هتخرج من عندي بشكل سليم. طيب لو كان في استثارة بشكل بسيط جدا هبدأ استخدم اساليب فنية بسيطة جدا على نفس
الحس المستثار. لو كان لمسي، الحس اللمسي مستثار، فانا هلمس لمس بسيط جدا. طب الطفل غير متقبل اللمس، هبدأ ألمس بأداة تكون ملمسها ناعم جدا، ولتكن زي الفرشه بتاعت الميك اب، الادوات الميك اب اللي هي الناعمه قوي، الفرشه الناعمه قوي، ابدا المس بيها. هل الطفل هيتالم؟ مش هيتالم. طيب بعد ما يعتاد على الفرشه دي، ابدا استخدم اداه اصعب شويه او اخشن شويه او انشف شويه، وابدا ازيد لحد ما يوصل الطفل لمرحله اللمس الطبيعي لاي طفل. تمام؟ برضه في انتظار حضراتكم ان شاء الله، لو في اي سؤال او استفسار انا موجود معاكم. انا في انتظار حضراتكم ان شاء الله، لو في اي استفسار انا موجود معاكم باذن الله. برضو لو في اي حد من اخواتنا اللي موجودين او اللي هيشوفوا البث ده عنده اي مشكله في الحواس او في غير الحواس، ممكن تتواصلوا معايا، ابعتوا لي على الخاص، ابعتوا لي، صوروا لي في فيديو للمشكله اللي احنا مش عارفين نوصفها بشكل كويس، ونقدر ان شاء الله نساعد بعض ان احنا نوصل لمشكله او لحل المشكله اللي موجوده عندنا. تمام؟ لو في اي استفسار برضو انا موجود مع حضراتكم. لو في اي استفسار انا موجود معكم. كمان احنا الحواس عندي احنا ممكن نستخدمها بشكل سهل قوي وبسيط قوي، احنا ممكن ندرب عليها في البيئه الطبيعيه بادوات كتيره قوي متاحه مع الجميع. يعني مثلا في عندنا هنا في مصر، لو عندي مشكله مثلا في الحس العميق، عندي مشكله في الحس العميق، فكان زمان في الريف في مصر هنا بيستخدموا العيش او العجين او الخبز، كان بيتعجن في البيت، كان طول الوقت بيعجنوا بايديهم، فعشان كده ما كانش يحصل مشاكل كتيره في التكامل الحس اللمسي، لان هم بداوا من البدايه بيدربوا نفسهم على العجين او على استخدام العلاج الوظيفي في التكامل الحسي في هناك. فدلوقتي هلاقي بعض التدريبات العلاج الوظيفي، بعض تدريبات العلاج الوظيفي اللي بتساعدني في التكامل الحسي. فهلاقي في ادوات كتيره قوي متاحه معانا في البيت، هقدر استخدمها في التكامل الحسي. دور غرفه التكامل الحسي، غرفه التكامل الحسي هي غرفه مجهزه، غرفه مجهزه ان هي تشتمل على كل المثيرات الحسيه، بصريه، سمعيه، شميه، تذوقيه، لمسيه، داخل غرفه واحده. تمام؟ عشان يحصل لي تكامل حسي، عشان يحصل تكامل بين الحواس، دمج الحواس مع بعضها. تمام؟ لكن معنى كده ان انا لو انا بضرب الطفل بره الغرفه الحسيه، هل هيبقى فيه استجابه ونتيجه ولا ما فيش؟ هيكون فيه استجابه ونتيجه باذن الله. طيب مشكله الشرح دي مشكله يعني سلوكية، ممكن نراجع معاها الأول طبيب ونعرف الأعراض بتاعتها أو الأسباب بتاعتها إيه. تمام؟ شرح الأكل إحنا ممكن نراجع الأول طبيب، تمام؟ ونبدأ نشوف المشكلة إيه. ممكن تكون بسبب إن الأطعمة أو الأكلات اللي الطفل بياكلها غير مناسبة مع الطفل نفسه، عشان كده يفضل استشارة طبيب تغذية، طبيب او دكتور تغذيه، يبدا يحط لي انواع الاكلات اللي هي تبدا تعوض الجسم بشكل كافي لاحتياجات الجسم. لحظه اكون معاكم، ثواني اكون معاكم.
بعتذر. بالنسبة لسؤال أستاذة صابرين، تمام، تقييم أو تشخيص الاضطرابات الحسية، هل يمكن الاعتماد على الأعراض الظاهرة فقط؟ طيب، الأول أنا بعمل تقييم من خلال قائمة حسية، يعني بيكون عندي قائمة حسية أو بروفايل حسي، ببدأ أعمل تقييم للطفل عليه. لكن الأهم من التقييم اللي بيتم من خلال القائمة الحسية إن أشوف الأعراض الظاهرة بنفسي، إن أنا أكون بلاحظ الطفل ملاحظة شديدة قوي طبقا للمناهج العلمية زي منهج تحليل السلوك التطبيقي أو منهج اللوفز مثلا اللي هو مبني على منهج تحليل السلوك التطبيقي الـ ABA، بيقول لي لازم ألاحظ الطفل لمدة لا تقل عن 40 ساعة. ألاحظ الطفل لمدة لا تقل عن 40 ساعة، خلال الـ 40 ساعة ده هشوف الطفل في كل حالاته، وهو جعان وهو عطشان وهو عايز ينام وهو لسه صاحي من النوم وفي كل الحالات بتاعته، تمام؟ وبالتالي هقدر أقيم الطفل بشكل سليم من خلال الأعراض الظاهرة أو اللي أنا هبدأ أكتشفها من الملاحظة. مشكلة قدم الأظافر، إن هو الطفل بيبدأ ياكل أظافر، دي في الغالب مشكلة نفسية، الطفل ده غالبا مفتقد للحنان أو الرعاية، فمحتاج إن إرشاد أسر الوالدين إن هم يهتموا بالطفل شوية، ويبدأ الطفل ده يعني يدربه على التفاعل الاجتماعي زيادة شوية، أو نبدأ نحسسه بالثقة بالنفس، نبدأ نشتغل معاه تدريبات ثقة بالنفس. طيب، التعامل مع اطفال التوحد اللي بيتناولوا الخضار او الخضروات زي البصل او الثوم بشكل مبالغ فيه، هو الطفل البصل والثوم ده الريحه والطحم بتاعه نفاذ قوي، فبالتالي لو انا خدتهم هيبدا يعمل استثاره قوي عن في حاسه الشم والتذوق، معنى كده ان الطفل ده عنده ضعف في الحس الشمي والحس التذوقي، فانا محتاج اشتغل على الحستين الاثنين دول مع بعض. هبدا اجيب له اكلات واضيف عليها الثوم والبصل بشكل عالي، وتدريجيا ابدا اقلل مستوى الثوم والبصل شويه بشويه جزء بجزء لحد ما يكون اكل طبيعي بالمره. تحليل معادن الثقيله، وده كان اجابه، ده كان اجابه لحد من شويه سال الطفل اللي بياكل ما لا يؤكل، الطفل اللي بياكل ما لا يؤكل اللي هو اضطراب البيكا، تمام؟ فانا محتاج ان اعمل تحليل للمعادن الثقيله علشان اشوف الطفل بيبدا يتناول بياكل كل حاجه ليه، تمام؟ من ضمن المشاكل الموجوده عند اطفال التوحد مشكله الكازين او مشكله الامعاء، نفاذيه الامعاء، وهي اما الاكل بينزل للامعاء عند الطفل المصاب بالتوحد بيبدا الامعاء بتمتص الاكل اللي موجوده فيها اللي هي المنتجات القمح واللبن، بتمتص الحاجات دي بشكل مباشر وتدخلها للدم، فبالتالي بيحصل تسمم للدم اللي بيوصل للمخ، فبالتالي المعادن بتكون عند الطفل مش مظبوطه او بتكون في معادن مرتفعه او في نقص في المعادن، فانا محتاج الاول ان انا اظبط الجزئيه دي عند الطفل، وده طبعا تحليل مهم قوي وله فعاليته مع اطفال التوحد. عندي حاله 11 سنه غير ناطق، عندي عدى معايا 5 شهور في مرحلة تحريك الشفاه وإصدار أصوات عشوائية، لكن أن ينطق كلمات لا توجد، مش عارفة أدخل من أي ناحية. طيب، إحنا برضو لسه أستاذة فوزية، هو إحنا لسه متكلمين في الجزئية دي برضو من شوية، أنا عندي أما بدرب الطفل الغير ناطق ويوصل معايا لمرحلة تقليد الفم والشفاه، معنى كده ان انا وصلت لمرحلة متقدمة قوي في مرحلة التقليد، اللي بيتبع مرحلة التقليد هي مرحلة الايكو او الترديد الصوتي، ان انا ابدأ ادي للطفل اصوات فيبدأ يديني نفس الاصوات. طيب، اخد اي اصوات من الطفل؟ هاخد اصوات من نفس الاصوات اللي هو بيخرجها، بس تكون الاصوات دي مدمجة في معزز او في حاجة هو بيحبها، تمام؟ حاجة بيحبها قوي اللي انا بستخدمها معزز، فاخد المعزز واعمل له حرمان، اعمل للطفل حرمان من المعزز. طب ايه اللي هيحصل؟ اما يحصل حرمان للطفل من المعزز الدافعية بتاعت الطفل هتزيد، اما الدافعية بتاعت الطفل هتزيد واجي اطلب منه ان هو يبدأ يطلب مني او يكرر او يقلدني في الاصوات، تمام؟ هيبدأ يكرر لان هو محتاج ياخد المعزز بتاعه.
طيب بص يا استاذ محمد عبد العزيز، السؤال عن تحليل المعادن. تحليل المعادن هو طبعا ينفع مع كل اطفال التوحد، لان بيكون اغلب اطفال التوحد عندهم نفاذيه في الامعاء، فبالتالي بيكون عندهم نقص في المعادن او زياده في المعادن محتاجه ان هي تتظبط شويه. فالاول احنا بنعمل تحليل المعادن، بعد كده بنراجع لطبيب او دكتور تغذيه عشان يبدا يظبط لي اكلات اللي بت بت بتدي للجسم المعادن الناقصه بالشكل السليم بالنسبه في الاكل بتاعه. تمام. طيب لكن الطفل اللي هو بياكل البطاطس بس او البانيه بس، ده عنده مشكله فين؟ عنده مشكله في الـ في الـ في الـ الحس العميق الخاص بالفكين في منطقه البلع. انا عايزه يبدا ياكل الحاجات دي، انا هعمل ايه بقى؟ برضه نفس السؤال ده انا جاوبت عليه قبل كده. الطفل اللي هو بياكل قطع البانيه بس او البطاطس المحمره بس، تمام؟ ما شاء الله، يعني حضرتك يعني تكاد من كلامك وطريقه كلامك انك انت مصري. تمام؟ طيب انا هبدا اخد نفس الاكلات اللي الطفل بيتقبلها وبياكلها، وابدا اغير فيها في لون وطعم وريحه وقوام. يعني القطع البانيه او البطاطس هنشفها زياده شويه او احمرها زياده شويه، تمام؟ فالطفل هيتقبلها لانه بيحبها. هبدا بعد كده اغير له في الطعم شويه، هغير في الطعم شويه، اضيف بعض المكونات اللي هي بتغير الطعم والريحه واللون، تمام؟ يبقى انا نفس الحاجه اللي الطفل بيحبها اغير فيها طعم ولون وريحه. يعني البطاطس بدل ما كنت احمرها بشكل عالي قوي احمرها بشكل اعلى، او ان انا احمرها بشكل اقل فبتكون طريه شويه، تمام؟ لكن الطفل هيتقبلها لانه محتاج لها. طب ولو رفض؟ بسيب الطفل يجوع، بس لما يجوع هيروح ياكل الاكله اللي هو بيحبها حتى لو كانت متغيره جزئيا، تمام؟ ومن هنا هتكون، يعني انا عايز اوصل الطفل للحاجه اللي هو ما بيحبهاش او اللي هو رافض ان هو ياكلها من خلال